السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في منوعات ريحانة الجنة. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة القطايف من البداية خالص، من أول العجينة، وهنسويها على البوتاجاز من فوق، وهنحشيها ونجمدها في الفريزر لأي وقت نحتاجها نخرجها. أول حاجة هنحتاجها مع بعض إن شاء الله، أنا جبت 3 كوبايات دقيق، وجبت 3 كوبايات مية دافية، بدفي المية تدفئة بسيطة كده، وبحتاج معلقة خميرة، ونص معلقة سكر، ويعني رشة ملح، أقل من ربع معلقة ملح، وهحتاج رشة فانيليا. أنا بحب أستخدم الفانيليا الخام. هنبدأ مع بعض. أول حاجة هرش رشة فانيليا بسيطة وأضيف المكونات الباقية معايا، وهحط 2 كوباية مية. اخلي الكوبايه الثالثه كده عندي احتياطي، عشان لو احتجتها احطها، ما احتجتهاش يبقى انا كده ما يعني ما طرتش العجينه معايا قوي. وهحط يعني هضرب العجينه بتاعتي بالمضرب الكهرباء اللي زي ده، ولو ما عنديش مضرب بحطها في الخلاط عادي، مفيش مشكله. ونضربها مع بعض ونشوف كده القوام بتاعها هيبقى عامل ايه. انا كده حطيت 2 كوبايات مية، بس القوام بتاعي لسه تقيل، فهحط نص كوبايه تانية وهكمل ضرب وهشوف. برضو القوام معانا لسه تقيل، احنا محتاجينه خفيف عن كده شوية، بيبقى عامل زي قوام الكريب كده. فهكمل نص الكوباية الباقية بتاعتي برضو وهشوف، لو احتاجت مية هجيب لها مية دافية تاني. انا كده خلصت ضرب النص كوباية المية التالتة، يبقى انا كده حطيت 3 كوبايات مية. هشوف بقى القوام بتاعي شكله ايه. اهو كده القوام بتاعي شكله كده كويس جدا، مظبوط زي الكريب كده او اتقل حاجة بسيطة، حلوة قوي كده. هجيب كيس وهغطيها، او فوطة او استريتش، اي حاجة عندي، المهم تتغطى كويس علشان تخمر حلوة قوي. وهسيبها كده تخمر حوالي ساعة، وهرجع لها تاني ان شاء الله عشان نكمل شغلنا مع بعض. نشوف العجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قفلت الكيس كده بأستيك علشان يبقى يعني محكم الغلق عشان تخمر براحتها. اهي زي ما احنا شايفين ما شاء الله المقدار تضاعف، كمية ضعفت اهي، وشايفين الفقاقيع اللي عليها. انا هجيب بقى المضرب ويعني يعني اهبط الفقاقيع دي شوية، عشان ما ينفعش ان انا اسويها في الطاسة بالفقاقيع دي، لازم تصغر شوية عن كده. فهقلبها شوية كده بعد كده هولع النار على الطاسة بتاعتي، وهبتدي بقى اسوي القطايف بتاعتي. بعد ما اسخن الطاسة هدهنها دهنة بسيطة قوي زيت في اول مرة، وهبتدي اشتغل بقى في القطايف واحدة بواحدة. لو باظت اول واحدة او اول اتنين مش مشكلة، ده عبال بس ما الطاسة تبتدي تسخن وتاخد درجة الحرارة المناسبة. هنجيب اول واحدة معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. واستنى عليها لحد ما تستوي خالص من فوق، العجين اللي فوق ده كله يبقى استوى، وبعد كده هبتدي احركها. بعد ما الوش بتاعها نشف زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، هشيلها واحط واحدة تانية. واستنى عليها برضو لما تنشف زي الاولانية. لما احس ان هي بدأت تنشف هبتدي كده احركها يمين وشمال كده علشان الحرارة تتوزع فيها، عشان الوش ينشف كويس كده. خلاص خلصت اهي برضو زي ما احنا شايفين.
هبقى جايبة صينية زي اللي انت احنا شايفينها دي، وحط عليها فوطة نظيفة عشان اطلع عليها عشان ما تبخرش فوق بعضها، لو حطيتها على بعضها هتبخر لحد بس ما تبرد، وبعد كده هبتدي ايه اطبق كل اتنين على بعض بالشكل ده، يعني احط كل اتنين على بعض بالشكل ده عشان الوش يفضل طري، ونخلص المقدار بتاعنا مع بعض. بعد ما خلصت مقدار القطايف بتاعي طلعت لي حوالي ما شاء الله لا قوة الا بالله 40 واحدة. انا بحط كل اتنين وشهم في وش بعض كده زي ما احنا شايفين عشان ما تنشفش، عشان لما اجي احشيها تتلزق في بعضها. هي كده خلاص بردت، هغطيها شوية عبال بس ما اجهز لها الحشو، هغطيها كده بفوطة نظيفة تكون عندي واجي اسيبها شوية كده متغطية، وبعد كده هشوف الحشو بتاعي بقى. طبعا عملنا الحشو مع بعض قبل كده في الفيديو في الجزء الثالث من تجهيزات رمضان، بس انا برضو اقول لكم عليه تاني. عبارة عن اي نوع من انواع المكسرات عندي، زبيب، جوز هند. بالنسبة للقطايف انا بضيف على الحشو بتاعها 3 معالق سكر، يعني انا هضيفهم على الحشو ده وهقلبه وهحشيها بيه، علشان القطايف بتبقى مقفولة فالشربات ما بيدخلش جواها قوي. والجلاش اللي هو الصوابع برضو انا بعمل كده، بضيف له 3 معالق سكر على الحشو بتاعه، وبقلب الحشو كويس جدا مع بعضه، وابتدي بقى ايه احشي القطايف بتاعتي. هبتدي بقى احشي القطايف بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد اول واحدة وافكها من التانية كده بالراحة، يعني بحطها يعني 2 وشهم وش بعض علشان تبقى طرية لما اجي اقفلها تتلزق بسهولة ما تنشفش. زي ما احنا شايفين اهي ما شاء الله اتلزقت بسهولة خالص، ما بتتفتحش ولا حاجة، الحروف طرية وجميلة. هبقى جايبة طبق فوم زي ده وهرص فيه القطايف بتاعتي عشان هخزنها في الفريزر، وقت ما احتاجها اخرجها. كده خلصت مقدار من القطايف بتاعتي زي ما احنا شايفين ما شاء الله التحمير بتاعها حلو ورايق اهو، وحشيتها ومجهزاها. هدخل الطبق بتاعي جوه كيس وهقفله وهشيله في الفريزر، وبعد كده هطلعها على التحمير، يعني قبل ما احمرها مثلا بنص ساعة او بساعة. هبحمرها في الزيت وبعمل لها الشربات بتاعها، بيبقى عبارة عن 2 كوباية سكر وكوباية ونص مية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا. بيغلي على النار حوالي 5 دقايق او 10 دقايق لما بلاقي قوامه بقى يعني تقيل شوية، وبعد كده بغطس فيه القطايف بتاعتي وبصفيها في المصفى. طبعا انا مش هحمرها دلوقتي عشان كده مش هضيف الطريقة، وبتبقى جميلة جدا وخفيفة، والطريقة اللي انا عملتها دي موفرة جدا، عملت لي كمية ما شاء الله حلوة من كمية دقيق قليلة برضو، وتبقى اوفر وانضف وارخص من اللي بره. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.